النشاط ديالنا اليوم الهدف ديالو هو إعداد واحد البرنامج خطة عمل أو خريطة طريق من أجل تحدي لظاهرة زواج القاسم. هذا التحدي اللي هو كيواجه بلادنا الآن، وماشي جات العمل ديالنا غير هكاك. من خلال احنا أصلا المبادرة جات انطلاقا من نتائج الحملات الترافع اللي كنا قمنا بها في 2015 مع بتمويل من الاتحاد الأوروبي اللي كان داخل إقليم شيشاوة، واللي كانت استهدفت ثلاثة مناطق اللي هي قروية. وخدمنا مع مجموعة ديال المتدخلين بما فيهم مجلس علمي، قضاء، مرشدات مع المجلس العلمي كذلك، أعوان وزارة الداخلية. دونك كانوا جوج ديال المحطات ديال البرنامج، كان البرنامج الوقائي وكان البرنامج الحمائي. البرنامج اللي الأول كان كيستهدف أننا نديرو سويفي ديال 293 حالة زواج قاصر، اللي من بعد 6 موا كانت 183 حالة اللي كانت هي ضحية زواج، كان جات المركز الاستماع داخل جمعية نواد ضحايا عنف، وخاصة العنف الجنسي الزوجي. دونك هنايا كانت بالي بأنها كاينة لاليرت باش أننا نخدمو، باش أننا نضافرو الجهود. دونك بغينا نبارطاجيو ونتقاسمو اليوم لي بون براتيك اللي كيجيو باش نحدو من هذه الظاهرة مع جميع المتدخلين من قريب ومن بعيد. وبغينا يكونوا عندنا مجموعة ديال لي سيب اللي يكونوا ديريكت وانديريكت، من أجل دائما إعداد واحد البلان داكسيون اللي نخدمو عليه جميع، واللي ما غيبقاش داخل إقليم شيشاوة فقط، بل يكون إن شاء الله ان بروجي بيلوت اللي يستهدف مجموعة ديال المناطق وخاصة القروية اللي كتعاني من ظاهرة زواج القاصرات. هذا اللقاء التي نظمته جمعية النواة يدخل ضمن محاربة ظاهرة الزواج القاصرات، والتي خلق قلقا اجتماعيا وحقوقيا في مجتمعنا، على اعتبار أن هناك مقاربة كونية ومقاربة خصوصية. المقاربة القانونية تعتمد على أن زواج القاصرات لا ينبغي أن يخرج عن سن 18 سنة، اللي هو سن الأهلية القانونية. مع الأسف أن مدونة الأسرة خلقت مقاربة خصوصية ونصت على استثناء زواج القاصرات بموافقة ولي الأمر والقاضي، لكن هذا الاستثناء بناء على معطيات إحصائية سنتها وزارة العدل، تبين على أن هناك ثقافة سوسيو ثقافية تعطي على أن نسبة طلبات الزواج القاصرات هي من الإناث أكثر من الذكور. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.